بس عندنا في مصر ومش في حتة تانية. ايه اللي هيحصل يا إيمان؟ بعد شوية قادرون باختلاف هيقدموا فقرة اسمها حوار مع الرئيس. أسئلة من قلوبنا من حبنا، وأنا عارفة إن حضرتك وافقت علشان بتحبنا. مين اللي هيقدم الفقرة؟ فنان كبير قوي 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 ولذيذ قوي وكلنا بنحبه. فقرة حوار مع الرئيس هيقدمها الفنان أشرف عبد الباقي مع قادرون باختلاف. سيادة الرئيس، أنا جاي من الكواليس ورا المسرح. الفرحة اللي في عين الشباب والولاد باليوم اللي معمول لهم مخصوص، قادرون باختلاف، فرق كتير جدا معاهم، كلهم فرحانين باليوم اللي معمول لهم مخصوص النهاردة، حوار مع الرئيس. بعد إذنكم اسمحوا لي أدير هذا الحوار مع مجموعة من الشباب والولاد والبنات، كلهم ما شاء الله مميزين. أول حد فيهم علي. ازيك يا علي؟ الحمد لله كويس. علي، ممكن تعرف نفسك؟ أنا علي هاني أحمد، بطل الجمهورية في ألعاب القوة، وحصل على 49 ميدالية، من ضمنهم ذهب وفضة وبرونز، وسني 15 سنة، بلعب في مركز شباب الجزيرة. ما شاء الله يا علي، يعني 49 ميدالية. أيوه. ذهبية وبرونزية وفضية. صح كده، أيوه صح. ما شاء الله. طيب، إيه السؤال اللي أنت عايز توجهه لسيادة الرئيس؟ زي حد ترتك يا ريس، عامل إيه؟ اهلا وسهلا بك يا علي، واهلا وسهلا بكم كلكم، واهلا بك يا استاذ شريف. بيك استاذ اشرف، اسف يعني. شكرا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضل يا علي. حضرتك يا استاذ الرئيس، ايه اجمل لحظه مرت على حضرتك في حياتك، وايه اصعب لحظه مرت على حضرتك في حياتك؟ سؤال صعب قوي يا علي. اسعد لحظه واصعب لحظه. طب انا هتكلم على اصعب لحظه. اتفضل. اصعب لحظه اللي هي الفتره اللي حسيت ان فيها بلدنا ممكن تروح، دي اصعب لحظه عليا. وعلي، احيانا يكون فهمك مشكله يعذبك. لو انت بتفهم قوي وبتعرف قوي ممكن تتعذب قوي، لانك هتشوف حاجات محدش هيشوفها غيرك، وهتفهم حاجات محدش هيعرفها غيرك. فأصعب لحظة أتصور مرت بي. طب ليه خفت يا علي؟ خفت على ناسي وأهلي وكل الناس اللي موجودة في مصر. عددنا كبير ومشاكلنا كتيرة وظروفنا صعبة، فلو البلد راحت الناس دي هتروح فين؟ يعني هي دي أصعب لحظة. طب أسعد لحظة لسه ما جاتش. أسعد لحظة لسه ما جاتش. هقول لكم، مش أنا جاوبت، هجاوب. أسعد لحظة هو الحلم اللي أنا بحلمه لبلدي، برضو هو الحلم اللي أنا بحلمه لبلدي. يا رب بيكم وبمصر والمصريين، شباب وكبار بقادرون باختلاف، اللي أنا بعول بيهم أمام الله وبقسم بيهم على الله إنه سعيد. يعني كده الإجابة واضحة. أنت أسعد لحظة بالنسبة لك إيه بقى علي؟ أسعد لحظة إن يوم مصر فاز على الكونغو في كأس العالم 2018، كانت معايا روسيا والله، وكسبت 3-1، واللي جاب الاجوان ابو مكه، وانا عاوز اقابله والله مره واحده. أبو بس مكه؟ محمد صلاح طبعا. وعايز تقابله مره واحده بس، مش على طول. مره واحده بتمشي على طول؟ يا ريت. حاضر. نجيبه. نجيبه. شكرا. هو بطل ودايما مع مصر، خلي بالك يا علي. صحيح يعني أقول لحضرتك الصراحة؟ اتفضل.
محمد صلاح بقى احسن من ميسي كريستيانو، دي الحقيقه بصراحه والله. والله دي الحقيقه. طيب يا علي، احنا بنشكرك جدا. نورهان، ممكن تعرفي نفسك؟ انا اسمي نورهان عثمان، عندي 20 سنه، طالبه في ثالثه اعدادي، اول بطله تزحلق على الجليد من القادرون باختلاف، ولعبت كره سله وعارضه ازياء، بحب الاذاعه والتمثيل. اهلا نورهان. اهلا وسهلا بك يا فندم. ما شاء الله، يعني كل الحاجات دي وعارضه ازياء طبعا وتمثيل واذاعه. كل الحاجات دي ما شاء الله. طيب تحبي تسالي سياده الرئيس في ايه؟ منورنا يا سياده الرئيس. كتر، متشكر يا نورهان، انتوا اللي منورينا. نور حضرتك يا فندم. كتر خيرك. ايه اكتر امنيه شخصيه حضرتك بتتمناها، وايه اكتر امنيه لمصر حضرتك نفسك تحققها؟ يا رب الكلام ده يوصل لكم. اكتر امنيه شخصيه ان ربنا يرضى عني، ان ربنا يرضى عني. ربنا يرضى عنك يا فندم ويديك الصحه يا رب. يا رب، دي اكتر امنيه شخصيه. بالمناسبه يا نورهان، انت عارفه ان دي امنيه عزيزه قوي. طبعا يا فندم. لا لا لا، كلنا معاك يا ريس. لا استني بس. استني. اتفضل. عارفه الرضا ربنا يعني ايه؟ ربنا عظيم السماوات والارض، صاحب الكون كله، صاحب الملك كله، يرضى؟ يا ريت يا ريت. فانا لو هي دي الامنيه الشخصيه. طبعا يا فندم. بالنسبه لمصر، زي ما قلت لكم، زي ما قلت لعلي كده في الاول، ان انا بحلم لها وبحلم بيها وليها، بيكم طبعا يا فندم وبكل الناس. طب احنا مشينا قد ايه؟ مشينا خطوه من 1000، فاضل 1000 خطوه تعملوها. شكرا يا فندم. يعملوها المصريين. تمام. انت بقى ليكي امنيه شخصيه؟ اه طبعا ليا امنيه شخصيه. ايه بقى امنيتك؟ انا نفسي اكون مذيعه، ممثله، وموديل، وكمان امنيتي العامه ان نفسي ان محدش يقول علينا ذوي احتياجات خاصه، ذوي قدرات خاصه، ذوي الهمم، احنا القادرون باختلاف. طب انا هقول لك على حاجه. يعني الاستاذ اشرف عنده مسرح جميل وقدم بشباب كتير. يعني انت قاعد يعني بتدير الحوار. طب ما يلا بقى. يعني في اللوكاندا، في ده، في ده، نشوف حاجه يعني لنورهان. يعني ربنا يخليك يا فندم. خلاص نورهان، يا سلام، تنور يا نورهان. نور طبعا حضرتك يا استاذ بجد. ريتاج. ازيك يا ريتاج؟ عامله ايه؟ الحمد لله. كويسه؟ اه. طيب ممكن تقول لنا اسمك ايه بقى كامل؟ اسمي ريتاج جميل عشان محمود، عندي 12 سنة. 12 سنة. طيب يا ريتاج، ايه السؤال اللي انت عايزة تسأليه لسيادة الرئيس؟ انت مبسوط انت قاعد معانا؟ انت مبسوط وانت قاعد معانا؟ انا هقول لك يا ريتاج بجد، وربنا وحده يعلم اللي في نفسي، اسعد يوم يبقى انا فيه اليوم اللي بشوفكم فيه وببقى في وسطيكم. طب مين اللي بيسعدني كده؟ هقول لك يا ريتاش، اللي بيسعدني كده هو وجودكم، وربنا بينزل على قلبي البهجه والسعاده والسرور والرضا. انا سعيد بيكي جدا يا ريتاج ومبسوط. مبسوطة وانا قاعدة معاكم، انا بحبكم. وانا كمان. وانا بحبكم جدا 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 يا ريتاج والله. شفتي بقى؟ شكرا. ده انا اللي بشكرك يا حبيبتي. شكرا يا ريتاج. آية. ملك. ملك، مين قال آية؟ انت. انا قلت آية؟ اه. ملك، ازيك يا ملك؟ الحمد لله. ممكن تعرفينا بنفسك يا ملك؟ أنا ملك محمد، سني 9 سنين، بطلة مصر في السباحة في نادي الشمس، وبتعلم بيانو، بتعلم أغاني عمر خيرت، وبغني، وبحب التمثيل والتأليف. ما شاء الله. ما شاء الله.
يعني بتغني بتغني يا ملك مش كده؟ اه ده الاوبرا المصريه. بتغني في الاوبرا؟ اه ما شاء الله. طيب ايه السؤال اللي انت عايزه تساليه سياده الرئيس؟ انا مبسوطه بوجود حضرتك النهارده معانا. ده انا اللي مبسوط يا ملك. وانت ايه؟ وانت ايه؟ يعني هتسمعينا حاجه؟ اه هسالك سؤال دلوقتي. طب اسالي بس بلاش النبي يكون صعب عليا. طب هقول لحضرتك. اتفضل. حضرتك مين مثلك الاعلى؟ سؤال برضو مهم قوي. دايما الناس في السؤال ده يا ملك يقولوا فلان، لكن انا الحقيقه مثلي الاعلى نماذج كتير من الناس. يعني ما خدتش حد لوحده، لا. والحقيقه اول ما اتاثرت بيهم وكانوا نموذج بالنسبه لي هي اسرتي، اللي هو اسرتي اللي انا يعني اتربيت في كنفها، والدي ووالدتي. هقول لك، والدتي كانت سيده شديده الحكمه والصبر، شديدة الحكمة والصبر. يعني مش عايز أكون منحاز وأقول إن أنا ما شفتش نموذج زي كده. كل الناس بتحب أمهاتها، وكل الناس بتشوف إن أمهاتها أحسن أمهات، لكن أنا حتى هي علمتني من ضمن ما علمتني التجرد. يعني إيه التجرد؟ يعني إن أنا أشوف الأمور بمعيار بعيد عن الهوى والانحياز والتمييز. فأنا رحت أول ما علمتني كده وكبرت بقيت أحكم عليها وأوزنها بالتجرد، فما لقيتش أعز منها ولا أكرم منها ولا أحكم منها. الله يرحمه. والدي كان شديد الهمة. والدي كان إيه؟ شديد الهمة. يعني فضل يعمل من الفجر لغاية الساعة 12 بالليل عمره كله، هو كان ميسور لكن كان شديد الهمة. كان ما كانش بيشتغل عشان يتحصل، لا كان بيحب العمل، وأنا خدت دي منه. ففي أمور كتير أنا عايز أقولها، عايز أقولها يعني في أمثلة كتير جدا. كان لي عم شديد الكرم وشديد الرفق بالناس، شديد. لم أرى في حياتي نموذج كريم جدا مع الأطفال، كريم جدا مع البنات، كريم جدا مع الضعاف. ده عمي، فأنا خدت دي منه. فأنا عايز أقول أنا ما خدتش نموذج لوحده، أنا اتعلمت من محيطي. والحقيقة كانت النماذج طيبة، وربنا هم كلهم عند ربنا دلوقتي. أتمنى من الله إن هو يجازيهم خيرا ويرحمهم. أنت بقى كان مين أو مين مثلك الأعلى؟ طه حسين. طه حسين ليه بقى؟ لأن هو تخطى كل الظروف تخطى كل الصعوبات وتحدى كل الظروف، مع ان اللي هو كان كفيف وكبر وحقق حلمه وكان وزير. وانا لما اكبر ان شاء الله هكون وزيرة الثقافة. احنا ممكن تبقى وزيرة الثقافة بس من غير ما نشيل حد، يعني تبقى وزير الثقافة بتاعت السن بتاعك ده. اقول لحضرتك انا عايزه اطلع وزيره الثقافه ليه؟ ايوه عشان امثل. طيب برضو عندك انت، عندك النهارده ده الاستاذ اشرف عنده فرصه كبيره جدا. بقت مسؤوليه كبيره، يعني هو جاي يقدم النهارده وياخد كمان يعمل مواهب ويشتغل. يعني انا طلعت بفرقه كده يا فندم. انس، ازيك يا انس؟ الحمد لله. عرفنا بنفسك. انا اسمي انا سعد، عندي 8 سنين، بلعب بينو ايه فيلم موسيقي. بتلعب بيانو السلم الموسيقي؟ ايوه. بس ايوه، يعني انت بتلعب على البيانو السلم الموسيقي؟ ايوه. طيب ايه السؤال اللي انت عايز تساله لسياده الرئيس؟ اسال ايه؟ اتفضل.
ازي حضرتك يا ست الريس؟ انا حضرتك لسه بيتكلم صحابك اللي كانوا معاك في المدرسه او في كليه؟ والله يا انس يعني ما بقاش في فرصه ان انا اكلم اصحابي صحيح يعني، وحتى يمكن اسرتي يمكن كمان، وده تقصير مني، بس انا الظروف هي اللي عامله كده، ظروف الوظيفه يعني. فلكن انا غلطان اني ما بسالش وما بتصلش. رديت كده كويس انس؟ هي انس، انت بقى نفسك تبقى ايه يا انس؟ ظبط. تبقى ظابط؟ ايوه. ده احنا نتشرف بيك يا انس. بسمله، ازيك يا بسمله؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويسه. اخبارك ايه؟ ما تعرفينا بنفسك بقى يا بسمله. حاضر. انا بسمله محمد، عندي 10 سنين، سنه رابعه بطلب ابطال الحروب، بحب الرسم والتمثيل، نفسي اطلع كابتن طياره. كابتن؟ طلعت ايه؟ كابتن طياره. كابتن طيار. هتطلعي كابتن طياره مش كابتن طيار. طيب ايه السؤال اللي انت عايزه تساليه لسياده الرئيس؟ حضرتك منورنا بوجودك يا سياده الرئيس. متشكر جدا جدا. حضرتك تشتغل كم ساعه في اليوم؟ طب ما تقولي لي بتنام كم ساعه في اليوم احسن. بص عايز اقول لك، انا ما اعرفش اقعد من غير شغل، ما اعرفش اقعد من غير شغل، لاني بحلم وعايز كل الناس تحلم، ولما تحلم تجري على حلمها، ولازم ربنا هيساعدها. اي حد فينا كلنا نحلم ونقول يا رب ونجري، لازم ربنا هيساعدها. فما ده هما زهقوا مني، ده هما زهقوا مني، اللي بيشتغلوا معايا زهقوا مني. صحيح. يعني دكتور مصطفى مدبولي قال لي يعني ممكن يعني ارحمني بقى. كده يعني. بس هنعمل ايه؟ ما احنا نفسنا نشوف بلدنا احسن بلد في الدنيا. ربنا نعمل يا رب يسمع منك، يا رب يسمع منك. ونفسنا نعمل لكم احلى حاجه في الدنيا، وربنا اللي يعلم. يا رب يا رب. بسملة عايزه تقولي حاجه تاني؟ حضرتك بتعرف تسوق طياره؟ انت غاويه موضوع الطيارات ده جدا. بس انا هقول لك بقى، انا هطلب من الوزير الدفاع ان هو يسمح لبسمله وتركب طياره ثنائي مع احد الطيارين. اتفضل. مادام انت حابه اول الحكايه دي وهنصورك. شكرا يا سياده الرئيس. الشكر لله. هنصورك ونطلعك ونوري الناس بسمله وهي في الطياره لوحدها. طبعا ممكن اتصور معاك؟ لازم اتصور معاكم. انا حاجه اتصور معاكم. حاضر. شكرا. شكر لله. مكه. مكه ازيك يا مكه؟ الحمد لله كويسه. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. اسمك مكه ايه بقى؟ انا اسمي مكه وصلها صوت، وانا 6 سنين بحب الرسم. تحب الرسم؟ طيب يا مكة، يعني النهاردة انت عندك فرصة بقى هايلة تسألي سيادة الرئيس سؤال. تسأليه ايه بقى؟ الله حضرتك يا رئيس. ازاي؟ انا بخير يا مكة عشان انت موجودة، البركة والرحمة والنصر كله موجود معانا النهاردة. ايه السؤال بقى يا مكة؟ حضرتك كان نفسك تطلع انت صغير؟ وانا صغير كان نفسي اطلع طيار. صحيح صحيح، كان نفسي اطلع طيار، ودخلت الثانوية الجوية سنة 70 عشان الحلم ده، لكن ربنا ما عرضش.
ورديت باللي ربنا قسمه يعني. ها انت نفسك تطلعي ايه بقى؟ انا نفسي اطلع مهندسه. مهندسه؟ عشان تدي الناس حقن؟ لا مهندسه يعني قبل بيوت وعمارات كتير قوي. كتير قوي. تبني بيوت وعمارات كتيره قوي. يلا ان شاء الله ربنا يكرمك يا مك. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. عرفنا بنفسك بقى يا محمد. انا اسمي محمد ماضي، عندي 9 سنين، بطل الجمهوريه في السباحه الخماسي. ما شاء الله عليك يا محمد، بطل الجمهوريه في السباحه والخماسي. والخماسي ما شاء الله. طيب ايه السؤال اللي انت عايز تساله سياده الرئيس؟ ازي حضرتك يا سياده الرئيس؟ ازيك يا محمد؟ انا كويس بخير الحمد لله. مشرفنا قوي يا سياده الرئيس. اتفضل، انا مش سامع السؤال كويس. اسال يا محمد. مشرفنا قوي. ده انت اللي مشرفنا يا محمد، ده انت اللي مشرفنا كلكم، انتم واسركم اللي موجوده سواء كانوا موجودين معانا هنا او موجودين في البيوت. ببعت لهم كل التحية وكل الاحترام وكل التقدير وكل الاعتزاز، وبقول لهم يعني لا تنسونا من طيب دعواتكم لينا والمصر إن شاء الله. إيه السؤال بقى؟ حضرتك نفسك تعمل إيه تاني قدرهم باختلاف؟ شوف والله يا محمد، اللي انا نفسي في 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 كتير قوي لكم، و لان كل شخصيه منكم لها يعني المفروض ان احنا كدوله وكشعب وكمجتمع نقدم ما يمكن تقديمه. وبالتالي يعني انت بسؤالك ده خلتني يعني بقول للدكتور مصطفى وايضا يعني لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، احنا محتاجين نعمل تشريع يتيح لنا ان احنا نحط في صندوق، مش هسميه صندوق الاعاقه، صندوق قادرون باختلاف، يعني رقم مش كتير بس لما كلنا ندفع فيه هيحقق مساهمة تقدر تخلينا اللي احنا نتمنى نعمله نقدر نعمله. فأنا عايز كتير، عايز أهم حاجة فيهم إن كل الناس، كل اللي في الشارع، كل اللي في المدرسة، كل اللي في البيوت ينتبهوا للكنز اللي هم مش واخدين بالهم منه، مش هيعرفوا اليوم القيامة إن اللي موجود معانا ده كنز. خلي بالك من الكنز وخد منه وحطه في عينيك. الكنز انتوا الكنز. نفسك في ايه تاني بقى؟ يعني عايز ايه اكتر من كده يا محمد؟ نفسك تبقى ايه اما تكبر؟ ضابط جيش. برضه هنعمل لك رحله، او ليكوا بقى كلكم نعمل رحله لكلية الشرطة والكلية الحربية وتشوفوا، ويبقى يوم نقضيه هناك كلنا. يا سلام. ماشي يا محمد. آية المرة دي صح؟ صح. ازيك يا آية؟ الحمد لله. عرفينا بنفسك يا آية. أنا آية شرتوت، عندي 19 سنة، بطل ألعاب قوة، تنس أرضي، تنس طاولة، طالبة تالتة ثانوي قسم أدبي، وانا كنت ماجي جمال مصر، بحب اذاعه التمثيل. ما شاء الله يا ايه. ايه السؤال اللي انت نفسك توجهيه لسياده الرئيس؟ بهددك يا رئيس. ازيك يا ايه؟ الحمد لله. انا سعيد بيكي قوي يا ايه، وسعيد بيكم. اتفضلي. حضرتك ايه اكتر شخصيه تاريخيه بتحبها؟ اكتر شخصيه تاريخيه بحبها، يعني السؤال ده كلنا ممكن بالنسبه لي يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لانه
وأصحابه، لأن هم كانوا مثل جميل للإسلام والمسلمين، كانوا مثل جميل للإسلام والمسلمين. وإحنا الحقيقة واللي حصل خلال السنين اللي فاتت ما كناش مثل جميل للإسلام والمسلمين. إحنا إن الإرهاب والتطرف والتشدد وال كانوا رحماء، كانوا طيبين، كانوا فاهمين، كانوا قادرين. لكن إحنا مش كده، مش إحنا، أنتوا عشان ما تفهمينش غلط، إحنا الناس اللي هم مؤذيين، بيؤذوا الناس وبيألموا الناس، كل الناس. فأنا بيني وبين التطرف والتشدد والغلو وعداوة، أنا عمري ما كنت عادل حد، كنت دايما بحب كل الناس وبحب كل الناس. لكن بكره التطرف كفكرة، بكره التشدد كفكرة، بكره الغلو كفكرة، لأنها بتدي قبح شديد لإنسانيتنا، قبح شديد لإنسانيتنا. فعشان كده أنا بعتبر النبي محمد وأصحابه علامة عظيمة جدا جدا، وقدوة هائلة بالنسبة لي أنا، قدوة هائلة كده. وانت يا آية بقى، مين الشخصية التاريخية اللي انت بتحبيها؟ خالد بن الوليد. خالد بن الوليد ليه؟ عشان هو قائد قوي وبطل زي حضرتك. طيب يا آية، أحمد؟ نعم كده مسموع، ما تقلقش. الحمد لله كويس. عرفنا بنفسك يا أحمد. أنا اسمي أحمد طارق محمد جميل، سني 25 سنة، ساعر وبطل سباحة وألعاب قوة وفنان كوميدي. أنا هطلع المسرح بعد إذن حضرتك بقى. بس أنت يا أحمد دلوقتي أنت بتحط نفسك في خانة إنك لازم تقدم لنا فقرة كوميدية دلوقتي يا أحمد. يا ريت برضو يا سيادة الرئيس. أيوة. ساعة حضرتك يا سيادة الرئيس. أنا بخير يا أحمد، أنا بخير. عايز توجه سؤال يا أحمد؟ طبعا. إحنا أنت قلت إيه؟ سباحة وألعاب قوة. وألعاب قوة. وفنان كوميدي. مظبوط. يعني بتعوم فين؟ يعني بعوم يعني في حمام السباحة. يعني أنت شايف السؤال اللي أنا سألته ده ذكي ولا سؤال إيه؟ والله مش عارف يعني، بس سؤال ذكي يعني. طيب ايه السؤال اللي انت عايز توجهه لسياده الرئيس؟ ايه الرياضه لحضرتك، ايه الرياضه المفضله لحضرتك بتحبها وبتمارسها؟ الرياضه اللي بحبها جدا جدا ومارستها من برضو من حوالي اكتر من 50 سنه، كانت لعبه جديده ساعتها في الوقت دوت، كانت لعبه الكاراتيه. طب ليه يا احمد؟ ليه اللعبه دي شديده الانضباط وشديدة الأدب والخلق الحسن، وبتعلم صاحبها لو تعلمها صح، والقيم والمبادئ اللي اتحطت في اللعبة تعلموها أصحابها كويس، بتجد نموذج فريد في السلوك، ونموذج فريد في القدرة، ونموذج فريد في التعاون، ونموذج فريد في الاحترام، ودي كلها حاجات متهيألي كلنا نحبها في هذه اللعبة يعني. بمارسها ما افتكرش، بلعب حاجات اخرى لان كبرت بقى في السن فما بمارسهاش، لكن حافظها وفاكر كل ال ال قعدت عمر كبير العبها يعني. بس ممكن يعني اسال حضرتك سؤال تاني؟ اتفضل. حضرتك يعني مبسوط برئيس جمهوريه مصر العربيه؟ عارف يا احمد ده سؤال صعب قوي. صحيح، لكن انت ممكن تقول لي يعني حضرتك يعني تستحقها بقدرها افندم؟ قلت يا احمد
بيقول لحضرتك تستحقها بجدارة. شوف أنا عايز أقولك على حاجة. اتفضل حضرتك. أنا في النقطة دي بالذات بقول له يا رب يا رب يا رب أنت تمكن الأمر ده، هو ربنا فقط اللي بيعطيه وينزعه، والدنيا كلها تتجهز للأمر لأمر ربنا، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. مين اللي بيعمل كده؟ ربنا. فبقول له يا رب، يعني يا رب يعني زي ما حملتني المسؤولية دي طبعا ساعدني واعطيني وقدرني ان انا اسعد الدنيا كلها. وهو يعلم، هو ده لو انا قدرت اعمله يعني هبقى راضي قوي قوي على ان انا توليت الوظيفة دي. فبقول له يا ريت اقدر اعمل. فانا دايما اطلب منه انه يساعدني. بس حضرتك يعني حضرتك يعني حنين علينا، وكمان بنساس مقولة حضرتك اللي هي مصر ام الدنيا وتفضل قد الدنيا. بفضل حضرتك وفضل شعب مصر العظيم. صحيح، بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم. صحيح. ايوه صحيح. نعم. انت عندك امنية انت بقى؟ بصراحة عندي امنية، وامنية كبيرة كمان. ايه بقى؟ انا بصراحة انا سباح، ونفسي يعني العب سباحة في النادي الاهلي. طب ما لازم لازم النادي الاهلي ياخدك دلوقتي يا احمد، دلوقتي واحنا قاعدين كده. خلاص انت هتطلع من هنا على الميو على طول. لا واحمد ما شاء الله كمان يعني مثقف وبيقرا كويس وعنده معلومات هايله كمان، ومستمع جيد لكل محطات الاذاعه، مش كده؟ مظبوط. وبتحب الجمبري وال لا خلي الموضوع ده بعدين بقى. طيب يعني النادي الاهلي تلاقيه دلوقتي كله فرحان انك انت تبقى عضو من اعضاء. طبعا. ايوه طبعا، عشان سباح وبطل جمهوريه برضه حضرتك. صحيح. ايوه صحيح. صحيح طبعا طبعا. كابتن محمود الخطيب بعت ابروف ده على طول دلوقتي. بس خلاص. عايز حاجه تاني يا احمد؟ لا. ها؟ يعني اطلب ايه اكتر من كده يعني؟ ربنا يكرمك. عبد الرحمن، ازيك يا عبد الرحمن؟ تمام الحمد لله. تعرفنا بنفسك بقى. انا عبد الرحمن اشرف، سني 17 سنه، بطل مصر في السباحه، حاصل على منحه اكسس من الجامعه الامريكيه لسنه 2020، وبحب التمثيل قوي قوي. طيب عبد الرحمن، ايه السؤال اللي انت تحب توجهه لسياده الرئيس؟ اولا حضرتك مشرفنا بوجودك وسطينا النهارده يا سياده الرئيس. انا متشكر يا عبد الرحمن على كلامك الجميل والرائع، انت وكل اخواتك اللي قاعدين معانا دلوقتي. انا اللي متشرف بيك والله. والله صحيح. ميرسي. طب حضرتك ايه اكتر مشروع اتنشأ او لسه تحت الانشاء حضرتك شايف انه ليه دور مهم لمصر؟ انا اتصور ان اكتر مشروع ممكن يبقى ليه تأثير كويس قوي هو حياة كريمة. حياة كريمة. وانا فرصة احمد ان انا اقول لك ان يعني مش عشان احنا موجودين دلوقتي وعشان احنا اللي اطلقنا المشروع فاحنا بنديله يعني دعم سياسي او لا لا، لان هو بيمس حياه 60 مليون. فلو انت قدرت او احنا قدرنا ان احنا نحسن حياه الناس ونيسر لهم ونعينهم على دنياهم يعني، احنا هنبقى عملنا حاجه كبيره قوي. وعشان كده احنا بنتكلم في كل قرى الريف المصري. طب انا بقول كده ليه؟ عشان بس أأكد لك المعنى. تصور يا احمد انك انت لو انت في بيت ومفيش فيه الميه، ما بتجيش فيه بانتظام ميه الشرب، يا ترى هتبقى المعاناه عامله ازاي؟ طب لو انت الكهرباء فيه ما بتجيش فيه بانتظام، هيبقى الحياه في البيت ده عامله ازاي؟ طب لو كان انا اسف يعني الصرف الصحي مش موجود في البيت ده، البيت ده يبقى عامل ازاي؟ والبيوت اللي جنبه تبقى عامله ازاي؟ لو مفيش طريق، لو مفيش مدرسه،
لو ما فيش مستشفى، لو ما فيش الخدمات بتاعتها، تبقى الدنيا عاملة ازاي؟ عشان كده أنا بتصور إن إحنا كدولة، كمجتمع مدني، كشركات، لو عرفنا قد إيه قيمة العمل ده وقد إيه هيعود، مش بالنفع المادي على حد، على شركة أو مقاول أو أي حد، هيعود بالنفع على الناس. عارف يعني إيه إنك أنت تخلي حد نايم في بيته سعيد كل يوم، كل يوم تدخل عليه وتحقق له اليسر والسعادة؟ أنت ما تعرفش ده قيمته أولا إنسانيا قد إيه، لكن قبل ده كله وبعد ده كله عند ربنا، عند ربنا اللي هو بيحسب علينا بالثانية كل شيء. فهو ده أتصور هو يعني أحسن وأكبر وأعظم مشروع لو نجحنا، وده تحدي إن إحنا ننجح كدولة في التزاماتنا وتعهدنا أمام الناس بإن إحنا نعمل حياة كريمة لما يقرب من 60 مليون إنسان وإنسان. فده أتصور هو مشروع حياة كريمة. طب يا ترى حضرتك أي مشروع حضرتك بتفكر فيه بعد كده معمول حسابنا فيه كقادرون باختلاف؟ شوف إحنا بنعمل، وعشان كده يمكن قلت قبل وإحنا كنا بنتكلم وقلنا إن إحنا موضوع صندوق القادرون يتعزز ويبقى قادر. شوف يا عبد الرحمن، كل حاجة عايز تعملها بتبقى عايزة قدرات، قدرات يعني قدرات مالية عشان نقدر نعمل كل حاجة لينا كلنا مش لقادرون باختلاف، لكل الناس. فلابد يكون في قدرات اقتصادية قوية للدولة عشان تقدر تعمل ده. فهل احنا عملنا يعني اللي بنحلم بيه ليكم؟ لا، لسه كتير. ومش والموضوع برضو مش مرتبط بقدرات اقتصادية فلوس يعني، لا، مرتبط قدرا بقدرات وعي الناس ازاي نتعامل مع بعضنا بالحب اللازم والاحترام اللازم والتقدير اللازم. لو احنا كلنا كده صدقني ده منش... يعني ده لا يقدر بمال، انك انت تجد ان كل الناس بتنتبه وبتتعامل بما يليق لبعضها البعض، من غير ما اقول فلان او قادرون او غيره، بعضنا البعض كلنا بنتعامل مع بعض بما يليق، هتجد الدنيا مختلفة خالص حتى لو كانت ظروفنا الاقتصادية مش كفاية. فبالنسبة لكم، مش عايز اقول بالنسبة لكم لان انتم جزء مننا، مش عايز اقول، مش عايز اقول في تمييز بيننا وبينكم، لا، احنا واحد كلنا، وانتم ولادنا وبناتنا وحبايبنا وعلى راسنا كلنا. تمام يا عبد الرحمن، ليك اي امنية؟ حلوة قوي، ملكش صح؟ أمنية تفضلي. مية ألف صورة. بس أنا الأول وعدت بسملة. طبعا بسملة. حاضر، مش بسملة، حاضر فورا دلوقتي، حاجي أخد البركة منكم أجيلكم. حياة جديدة بروح جديدة كلنا واحد أكيد، حلم واحد قلبي واحد احنا اقوى واتفقين، من النهارده مفيش لوحدك هو ده شعارنا الجديد. انا قادر عتحدي، انا قادر طول ما انت بتشدني، انا قادر
قادر على الحياة، أنا قادر على صفحة بيضة تكفيني، أنا قادر أنا قادر أنا قادر أنا قادر أنا قادر على التحدي، أنا قادر كل ما اسمك شفيني، أنا قادر على الحياة، أنا قادر على صفحة بيضة تكفيني، أنا قادر أنا قادر أنا قادر أنا التحدي مهما كان صعب وكبير، مع بعض نقدر واللي جاي هيبقى خير، ملناش لا في الظروف ولا خوف ولا ولا مستحيل، عارفين كويس ان خطوة في خطوة يكمل الف ميل، انا قادر عالتحدي انا قادر، كل ما قد بتشدني انا قادر على الحياة، أنا قادر على صفحة بيضة تشديني، أنا قادر أنا قادر أنا قادر أنا قادر. بارك في حضرتك. ايه المانع برضه سي... يعني فكره كوميديه زي ايه يعني حضرتك؟ ايوه طبعا برضه يا ريس والله إيه؟ يعني اقول افساد كوميديه ولا اعمل ايه برضه حضرتك؟ متشكر قوي يا سياده الرئيس. تعالي يلا كله مكان حاضر. بنشكر حضرتك جدا، يعني بجد يوم جميل وسعدنا جدا، وان شاء الله دايما يا رب في تقدم. شكرا. شكرا للفنان اشرف عبد الباقي، وشكرا لقادرون باختلاف اللي قدموا فقره حوار مع الرئيس.